طب مين النجم على كثرة النجوم سواء مصريين أو عرب اشتغلوا مع حضرتك، مين اللي شخصيته الفنية عجبتك؟ حاسس إن هو فنان مش بس موهبة ولا إدارة الموهبة، لكن كمان عنده شخصية قوية تمكنه إن هو يستثمر الموهبة دي. مين اللي بهرك فيه؟ لا، أنا انبهرت بفضل شاكر في فترة ما فيهاش فضل شاكر، اللي هي قصدي فضل شاكر كان بيغني في محلات عامة في لبنان. كنا بنروح له بنطلع له الجبال، انت عارف طبعا لبنان والسهر بتاعهم في الويك اند بيبقى تسافر له على الجبل وتبص شدك فضل وتبص شاكر. من تشوف الحاجات اللي تحت بعيد عنك تحت والرعب الجميل بتاع لبنان. ايه اللي شدك في فضل؟ اغنية طاير يا هوا مثلا يعني؟ لا لا لا، فضل اصل كنت بنروح له، وكان جورج وسوف يروح له، وائل الكفوري يروح له، كنا نروح نتقابل عنده في مكان في الكاسليك في لبنان، نقعد نستمتع بنسمع حد ايه ده؟ بيغني، ايه ده؟ بيغني حلو قوي. مين ده؟ بيغني السهل الممتنع. جدا. يعني ده من الناس اللي ابهروني قبل ما يبقوا النجوم. انا احنا بنتكلم في ناس ابهروني وهم نجوم، بس انا ليش دعوه بيهم لانه خلاص بقوا نجوم. دول انا يمكن انا حاولت اساهم زي ما حضرتك قلت ان انا ااكد ده بابعاد اخرى. صح، ابعاد زي جديده زي ست ورده بعد كان اخر حاجه بودعك، بعد كام سنين بقت في بتونس بيك قالب. جورج وسوف كان بيغني لشاكر موجي الله يرحمه، من عائلة الموجي برضو، خالي الله يرحمه، أغاني العباقرة والعظيمات، الأغاني العظيمات دي. ست نجات لما عملت اطمن يعني. ست نجات برضو كان أبجريد، بس طبعا كان نفسي تبقى تاخد زخم أكتر من كده في النجاح إلى آخره. فكان فضل شاكر بعد كده أسعدني الحظ إن هو يكلموني الشركة بتاعته إن أنا جهز له شغل، يعني بعديها بفترة وجيزة كده، وقد كان فعملت له كام حاجة كده. كان إيه مع فضل شاكر؟ أنا عملت له أول أغنية كان اسمها بعد إذنك دندنة سوا. طول ليلة لالي ليلة راح مني حبيبي في يوم وليلة ليلة بالليالي الليلة راح مني حبيبي في يوم وليلة وبقول والله زمان يوحشني من زمان وبقول والله زمان يوحشني من زمان لو ترجع بس الليلة نعشب ألف ليلة طبعا لحن جميل وغنية فعلا جميلة. هو طبعا بغنيها بطريقة تانية، طريقة اللي هي الريتميك بقى. أنا بغنيها بطريقتي معلش.